انا عمر عبد الرحمن وماكس تدي. حياكم الله في حلقه جديده من برنامج جوي اكشن رويال. حلقتنا اليوم راح يكون فيها تحدي السير، ولازم يحصلوا اكبر عدد كلز يقدروا عليه. حجره ورقه مقص تحدي ببجي على السير، اكبر عدد قتلات تقدر تجيبه. 3-2-1 جو. بس 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 هي يلا يلا كيف العب كيف سلام يلا الليفل اللي بعده. خالد جاهز؟ ليتس جو. كفو خالد قاعد يمشي ماسك البنطلون. حلو ايوه تقدر. 4-3-2-1 خلاص السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد، حياكم الله جميعا. ريكورد أفضل من الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي بديت المقطع وأنا كان عندي جولد 3، بعدين وصلت للجولد 1، كنت فايز في 14 مباراة أنا ما أعتقد. نعم الآن أنا فايز في 15 مباراة وباقي لي 10 مباراة. يمدي على إليت؟ يمدي، ممكن، ليش لا؟ إذا ركزنا هذه الحلقة راح يكون فيها شيء مميز جدا. محمد صلاح أبو مكة، يلا حيهم. 9 مباريات إعارة يا جماعة، بطاقاته خفيف سريع انهاء ممتاز، كل شيء حلو عنده الا القدم الضعيفه، لكن يمشي. طبعا يا جماعه عشان استفيد من انسيني كسوبر سب راح انزل بلاتولي في البدايه وبعدين احط مكانه ابو صلاح. راح يلعب في مكان السي اف خلف المهاجم. انسيني انا مدحته في الحلقه الماضيه، لاعب ممتاز، لاعب خرافي، اوكي، لعب معايا 23 مباراه، سجل 19 وصنع 16، لكن يبقى انه ليس باللاعب الحاسم، يعني احيانا يضيع لك كور غريب. لكن ابو صلاح المفترض انه يحل هذه المساله. نتوكل على الله يا جماعه الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا بنا شامبيون. ما يعني حتى لو واحد جاك معاه تشكيله متوسطه الا انه مستعد انه يجرده. يلا ابو مكه ابو مكه. الله يا ابو مكه، حبيبي حبيبي حبيبي، من اول شوته من اول شوته عليك يا قلبي انت يا شيخ. ليتس جو. ليش ما هديت؟ ما ادري. يلا يا ابو صلاح، ابو صلاح يخرج من بينهم. احبك يا يا الله. يا هو اقسم بالله انا واقف يا اخي، واقف يا اخوان. ايش الفائده؟ ايش الفائده؟ الله حرام لعيبتي فيهم ثقل مو طبيعي. ما هو يقدر يسوي دراج باك، انا عارف انه هو بيسوي دراج باك، انا عارف اللاعب يتاخر فتقوم جلي الكره معايا. يا للسلك يا اخوان، انا ايش اسوي؟ انا اذبح نفسي؟ والله ما استاهل هذا كله يا اخي الكريم. شكرا يا كبير ننقلان يا وحش. يلا يلا انا خلاص. ما بعد تبغى، ما تبغى يا اخوان. يس يلا يا
ياه وحش يا ابو صلاح يا قلبي انت يا قلبي. يلا 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 يلا, يلا. يلا ابو صلاح حرام ابو صلاح حرام يا ابو صلاح لا 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 يا وحش يا مرتز يلا الله ينصر دينك ينصر دينك ينصر دينك يا ابو صلاح اجيك ليتس جو يا ابو صلاح قفل انهي انهي مافيا 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 ابو صلاح يا اسطورك يا شوف الغبنه هنا شوف 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 خلاص قريتها قطعت الكوره قام ضبط له اياها احس اعصابي مشدوده مره 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 يا اخوان لان الاسلوب اللي اتبعه انا يعتمد على الروقان اني اكون رايق مره عشان اقدر افكر صح كمل يا ابو صلاح كمل يا ابو صلاح تكفى يا ابو صلاح يا وحش يا ميرتنز يا اسطورتي انت يا حبي يا قلبي يا عمري يا فزت بالموت فزت بالموت 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 حلو قلتو قلتو دفاع وسط هجوم كله حلو لا يا حكم لا يا حكم والله حرام يا اخوان والله حرام كان الباص لابو صلاح ماشي وسبحان الله ما ادري ايش صار يا ابو صلاح حط 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 يا شيخ ابلع ابلع يا شيخ ابلع ليتس جو ليتس جو يلا 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 كيف 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 يا شباب وصلنا للمقصد معاه بلنتيات هو يحطه يا يسار يا بالنص رحت لها يا اخي رحت لها يس حلوين حلوين الله اكبر ليتس جو الله اكبر ليتس جو يلا شوت في النص بس يا احمد يا دخلت يس
استاهل الفوز والله حقي فوزي فوزي حقي. اقلع ام الحاله. يلا يا ابو صلاح يا حبي. يلا يا ابو صلاح يا عمري. يا اخي احبك. يلا لوزانو حط الثالث يا عمري. يا لبي يا نعم نعم نعم. باقي ثلاث مباريات نفوز في واحدة ونجيب الجولد وخلص ونخلص ونقفل ونعزل. نقطة مهمة يا اخوان، خطة 4-4-1-1 مرة ظلمتني في اللعب. نلعب مباراتنا الأخيرة ونشوف هل هي فعلا المشكلة كانت من الخطة ولا كانت مني أنا. ويرنر أعرفه. يلا حرام، وصلنا عند المرمى وهجمة كانت مرتبة. يا اخي كيف سجلها بالله؟ كيف سجلها يا اخوان من برا وانا حرام ما تدخل يا ابو صلاح. يا اخوان هذا والله ما يصير والله. وحش يا ميرتنز وحش وحش. يلا ألن أبو صلاح، ألن مرة ثانية يا ساتر. يا أبو صلاح حبي انتو ليتس جو يا أخي أحبك. يلا أبو صلاح قفلها أبو صلاح خلاص، ما نبغى ركنية، ما أبغاه يا خلاص. يس يس وين. اوه واخيرا يا جماعه وصلنا الى جولد 1. الهدف كان اليت 3 لكن هذا اللي قدرنا نسويه هذا الاسبوع، اجيب جولد 1 مره ثانيه. هذا يثبت انه انا فعليا اتطورت وتحسنت حتى لو بشكل نسبي. طبعا باقي مباراه يا اخوان. يعني عموما يا اخوان وصلنا لنهايه المقطع، يعطيكم العافيه على المتابعه. اذكروني اني ما عاد العب بخطه 4-4-1-1، خطه فيها شويه لخ. تابعون حساباتي تحت واشترك اذا ما كنت مشترك في القناه. احبك يا ابو صلاح. لعب معي 9 وسجل 13. 400.